بمناسك الحج وتقديم التوجيهات اللازمة للحجاج. محور الدورة التكوينية بجامع الأمير عبد القادر لفائدة حجاج ولاية قسنطينة. اخترنا هذا اليوم لجمع حجاج الميامين لولاية قسنطينة، يعني العدد تاعهم يقارب 426 من جميع بلدياتها وضوائعها، من أجل توعيتهم وتحسيسهم حتى يكونوا كسفراء لبلدهم ويمثلون بلدهم أحسن تمثيل. الدورة التكوينية زادت من شوق الحجاج لأداء أعظم عبادة ولزيارة أقدس مكان فوق الأرض. نورتنا، ربما كنا نقابل كتب شيء آخر، ولما سمعنا ذوك الواقع شيء آخر من الناس ديجا حجوا واعتمروا أفضل بكثير. كانت مفيدة ومشوقة، دخلنا في كما يقولوا ديوان الحج. دورة تحسيسية، يعني الحق دخلتنا في أجواء الحج إن شاء الله. دورة ما شاء الله، اللي عنده علم على الحج هو على باله واش كاين، واللي ما عندوش اليوم يتعلم إن شاء الله طريقة المناسك والأحكام والأركان. فحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لكل حجاجنا الميامين.